السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد خليل السليماني، طالب في كلية إعداد المدربين. أنا والله الحمد في آخر ترم، وحبيت أشرح لكم فكرة مشروع تخرجي، وأسأل الله التوفيق لي ولكم. طبعا مشروعي هو عبارة عن صنع روبوتات بأبسط صورة طريقة ممكنة، فراح أشرح عدة نقاط وأدوات مهمة لكيفية صنع الروبوت. ومن هذه النقاط الراسبيري باي، ماينستورمز ليجو، ان اكس تي ليجو، بريكي باي بورد، وكيف حنسوي الروبوت من خلال هذه النقاط اللي ذكرت اسمها. ما هو الراسبيري باي؟ الراسبيري باي عبارة عن حاسب آلي متكامل بحجم كف اليد تقريبا زي ما نشوف في الصورة، ورغم صغر حجمه إلا أنه أحدث ثورة في عالم البرمجة بشكل كبير جدا. ومن أهم ميزاته أنه رخيص ويمتاز بسهولة الاستخدام. مكونات الراسبيري باي، قبل ما أعلمكم مكونات الراسبيري باي أحب أقول لكم ملحوظة أن الراسبيري باي عبارة عن نوعين، موديل A وموديل B. وإيش الفرق بينهم؟ أن موديل B لديه مدخل شبكة اللي هو مدخل إيثرنت، وموديل A ليس لديه هذا البورت، يعني ما عنده كيبل إيثرنت. فحيكون مشروع على موديل B لأنه فيه له إيثرنت بورد، فموديل بي افضل من موديل اي. فالراسبيري باي يحتوي على عدة مكونات. اولا لديه مدخلين يو اس بي من نوع 2.0، ولديه ايضا مدخل الشبكة اللي وضحناها قبل شوية. فهذا ميزة البورت انه يمكننا الدخول لشبكة الانترنت عن طريق الايثرنت كيبل، فعشان كده استغنينا عن موديل A. ولدينا مخرج كاميرا، مدينا نضيف كاميرا خاصة بالراسبيري باي، فلها بورت مخصص لها، ويوجد لديه مخرج HDMI. طبعا نقدر نعرض سطح المكتب لشاشات LCD أو بلازما. كمان ويوجد ايضا مدخل الباور. ميزة الجهاز انه يشتغل على 5 فولت، يعني نقدر نشغله بشاحن جوال مثل شاحن بلاك بيري او اي شاحن سامسونج، يعني ما يحتاج انه ياخذ كهرباء كبيرة، فممكن نشغله بشواحن الجوالات. ولديه ايضا مدخل للشاشات اللمسية، يعني اذا حبيت تستخدم شاشة باللمس تعطيك رياحية في التعامل مع هذا الجهاز. وهذا اهم جزء في الراسبيري باي، وهو منافذ التحكم وتسمى GPI هيدر. من خلال هذه المنافذ نستطيع عمل الكثير من المشاريع عن طريق الراسبيري باي. فمثلا نقدر نخلي نظام مراقبة watching system عن طريق الكاميرا، أو صنع روبوتات كما هو مشروعي وسأوضح الطريقة، أو smart homes اللي هي المنازل الذكية. مثلا تقدر تخلي بيتك شغال بلمبات تشتغل عن طريق الجهاز هذا، أو ممكن تعاير الجوال مع الجهاز هذا في تشغيل اللايتس أو ضوء في بيتك. وأخيرا يوجد مخرج للتلفاز ومخرج للصوت أيضا. شركة ليجو ماينستورمز، طبعا هذه الشركة مشهورة بصناعة الروبوتات، والخدمة العظيمة التي قامت بها هذه الشركة انها صنعت حقيبة تعليمية لتسهيل صناعة الروبوتات وخصوصا لجهات التعليم. ومكونات هذه الحقيبة الكمبيوتر الذكي
والموتورات والحساسات. طبعا عندنا حساسات بجميع انواعها، مثلا حساس الصوت، حساس الضوء، او الالتراسونيك سنسور. طبعا في مشروعي انا راح اغطي سنسور واحد وهو الالتراسونيك سنسور. NXT LEGO. طبعا ال NXT LEGO هو جزء من الحقيبة التعليمية ويحتوي على عدة أدوات، ومنها البيمز والأكسلز والبيجز والويلز اللي هي العجلات. طبعا لدينا سؤال هنا، وهو إيش الفائدة من الأدوات هذه؟ هذه الأدوات هي التي تساعد في بناء التصميم الخارجي للروبوت. فمثلا لو بتصمم الروبوت على شكل سيارة أو رافعة أو على حسب رغبتك، فهذه الأدوات هي اللي تعطيك الإمكانية لتصميم الشكل الروبوت أو الشكل الهيكلي للروبوت عن طريق هذه الأدوات. بريكي باي بورد. لوحة البريكي باي هي الواجهة ما بين الراسبيري باي وحقيبة أدوات الروبوت المصنعة في شركة ماينستونز ليجو. طبعا من محتويات هذه اللوحة في 4 منافذ للموتورات، هذا يعني انه كل منفذ يقدر ياخذ موتور واحد. وكمان لدينا 5 منافذ حساسات، يعني تقدر تستخدم في مشروعك جميع الحساسات او ممكن تختار بعض منها. وكمان عندنا بنز لإضافة البطاريات، فهذا يمكنك إنه تتحكم بالروبوت عن طريق البطارية من غير الوايرز الأسلاك. تركيب لوحة البريكي باي بجهاز الراسبيري باي. طبعا هذه أهم خطوة لعمل المشروع. عند تركيب اللوحة، لوحة البريكي باي على الراسبيري باي، يكون قد حصلنا على عقل الروبوت اللي من خلاله نتحكم فيه او نبرمجه بطريقتنا بحيث نتحكم بالروبوت. ف ماينستورمز ليجو سوت جهاز اللي هو الكمبيوتر الذكي اللي شفناه في الصورة السابقة، فحنستغني عنه وحنجيب هذا الكيس اللي سويناه عن طريق البريكي باي والراسبيري باي، ونبدأ برمجته عن طريق لغة البايثون التي يدعمها الجهاز الراسبيري باي. طبعا كما نعرف يوجد كثير من اللغات البرمجة مثل السي بلس بلس او لغة السي او البايثون. البايثون هي التي يدعمها الراسبيري باي. بعض أنواع الروبوتات. هنا نستطيع أن نرى بعض نماذج الروبوتات اللي تم تصميمها عن طريق الحقيبة التعليمية التي سوتها أو صنعتها التي صنعتها شركة ماينستورمز ليجو. طبعا من هذه النماذج عندنا الواي فاي كار والروبوت آرم والروبوت شوتر. وانا في مشروعي اخترت الواي فاي كار وهو اللي راح نشتغل عليه. والان ننتقل على جزء البرمجة. نحن الان في سطح المكتب حق الويندوز، ونستطيع الدخول على سطح المكتب حق الراسبيري باي عن طريق الاي بي ادرس. كيف نستطيع أن نمكن الراسبيري باي الدخول على شبكة الواي فاي؟ هناك قطعة اسمها واي باي خاصة بالراسبيري باي، وهي التي تمكنه من الدخول إلى الوايرلس لأخذ اي بي ادرس من الشبكة. فعندما نضعها في منفذ اليو اس بي حق الراسبيري باي، ونستطيع الدخول إلى
خانة الإنترنت نستطيع من هنا أن نأخذ الـ IP address الذي أخذه الراسبيري باي، ثم من خلال الويندوز نذهب إلى ريموت ديسكتوب كونكشن ونضع هذا الـ IP لكي نستطيع الاتصال بسطح المكتب. هنا يطلب منا يوزر نيم وباسورد. اليوزر نيم باي طبعا هو يكون موحد في جميع الراسبيري جميع أجهزة الراسبيري، والباسورد راسبيري. والآن نستطيع الدخول إلى سطح المكتب الراسبيري باي من خلال الويندوز. والآن سنقوم بفتح برنامج البايثون ثم نقوم بوضع برنامج الروبوت، وسوف أريكم بالفيديو كيف يتحرك الروبوت من خلال الكيبورد. الآن هذا البرنامج هنا وسوف أقوم بالضغط عليه. ها هو الآن البرنامج، وهو عبارة عن تحكم الروبوت عن طريق الكيبورد، أرقام الكيبورد. الآن نضغط على رن وهكذا يكون البرنامج قد تم تشغيله. والآن سنضغط، الآن يطلب منا البرنامج Enter Direction، سوف نضغط على رقم 8 وسيقوم بالتحرك للأمام، ورقم 5 سوف يقوم بإيقافه. لذا سوف نبدأ برقم 8 ثم 5. ورقم 2 وهو الخلف، إلى الخلف، سوف يذهب إلى الخلف. وإن رقم 8 و2 للتحكم من الروبوت، إذا تحكم الروبوت إن كان يريد الاتجاه للأمام أو الخلف. ماذا عن لو أردنا تحريكه إلى اتجاه اليمين أو اليسار؟ هناك رقم 6 و4، سنقوم بالضغط على رقم 6 ولكي يغير اتجاهه الروبوت اتجاهه. سيتم إيقاف أحد الموتورات ويتم تشغيل الآخر لكي يغير من اتجاهه. الآن كما نرى بعد ما يقف الروبوت إلى الاتجاه المناسب سنقوم بإيقافه ثم تحريكه إلى الأمام أو الخلف. هكذا يكون انتهينا من المشروع، وأتمنى أن تكونوا استمتعتم بالمشاهدة وتعلمتم من شرحي. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا وآله وصحبه أجمعين.